أول شيء عندي شخص قدراته ضعيفة، عنده نقاط ضعف كثيرة يعني واضحة وظاهرة، وعنده أيام الطفولة كان عنده بيئة يعني كثير أبرزت هذا الضعف. طيب خلنا نقول مثل هو يمكن ضعيف في القراءة، ضعيف في الكتابة، ضعيف في الرياضيات، ضعيف في الرياضة، يعني ضعيف في كثير أشياء. فعنده أسرة كانت دايما تقول له أنت ضعيف أنت ضعيف أنت ضعيف، ومتطابق يعني الواقع متطابق مع اللي يقولون الأسرة. فهذا الشخص في الغالب راح يكون شخص، النتيجة المتوقعة أنه راح يكون شخص فاشل، إنه يعني ما راح ياخذ خطوة للنجاح، لأنه ما في أحد قال له عن الموضوع نجاح، ما في أحد أعطى خبر عن الموضوع. ممكن لما يكبر هو يكتشف الموضوع، وإذا اكتشف الموضوع يكسر الدنيا. هذا الشخص اللي اكتشف الموضوع يكسر الدنيا ويصير فاهم الفشل جيدا، فبالتالي يندر وقوعه في الفشل. لكن في الغالب أغلب الأشخاص اللي يأخذون هذا النموذج أو هذا النمط يستمرون فاشلين، يقول أنا ما راح أروح هناك، ما راح أسوي هذا الهدف، ما راح أشتغل هذا الموضوع، لأن أصلا أنا حتى في العمق يعني بينه وبين نفسه يقول يعني أنا معقول أنا بجيب الامتياز، معقول أنا بأخذ الماجستير، معقول أنا بسوي مشروع ولا أضحك على نفسي، يعني كذا من جوا هو يعني مؤمن تماما بالفكرة، واللي حوله مؤمنين بالفكرة، فما في شيء يعني يخلي النجاح مطروح. يوم من الأيام ممكن يشوف فيلم، ممكن أحد يقول له كلمة، ممكن فيسوي تكة كذا في مخه، فلما هذه التكة تصير هذول يكسرون الدنيا. ليش؟ إنهم فاهمين الفشل كويس، لأنه أنت لما تنجح أنت تروح للطرف الثاني، فلازم تكون فاهم الفشل كويس عشان تفهم النجاح. هذا نمط. النمط الثاني عندي اللي تكلمنا عنه قبل كم يوم، اللي هو الفاشل اللي عنده أم وأب ومجتمع يصفقون له، هو كلش ما عنده سالفة، كلش يعني ما عنده سالفة، وبس يصفقون له وأنت رائع أنت ناجح أنت تقدر أنت ما أعرف إيش، هو أنت فشلت 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 فشلت، وصار شيء يعني صار يحس إنه خطير، يحس إنه عظيم، يحس انه شيء كبير جدا، بينما هو يعني ولا شيء، بس لانه جوا بلورة العائله وجوا بلورة اصدقائه اللي برضو تدبسوا في القصه هذه وما حد يقدر يقول الحقيقه، فهو عايش في القصه هذه. فهذا الشخص لما يطلع بنفسه كذا ويبعد شويه عن جو العائله، يمكن يدخل الجامعه، يمكن يسوي مشروع، يمكن هذا الشخص هو خلنا نقول لابد أن تحصل على صدمة الفشل، لابد يجيه الكف، لابد، لأن هو مغشوش مغيب، تاي لابد تجيه صدمة الفشل، لابد يجيه الكف عشان يصحى، لأنه نايم تماما يعني مخدر، عنده قصص كثير مخدرته. فهذا الشخص تقريبا في أول قصة يسويها، في أول مشروع، في أول يمكن المشروع الأول زواج، يمكن الجامعة، يمكن مشروع تجاري، يمكن كتاب يسوي، أي كان، على طول راح تجيه صدمة الفشل. وطبعا لما تجيه صدمة الفشل راح كثير ينكسر، راح يوصل القاع، وفي الغالب راح يتوقف عن المحاولة مرات أخرى، لأن الحقيقة اللي اكتشفها، الحقيقة المعرفية اللي اكتشفها عن نفسه كثير صادمة، كثير موجعة. تخيل انه هو كان يعتقد انه هو سوبرمان، ولا هو يعتقد انه هو مرة شيخ، بعدين اكتشف انه هو ولا شيء من الاشياء الخطيرة اللي هو كان يؤمن فيها والعالم منه. ففشل كثير ذريع، صدمة كبيرة، الصدمة المعرفية هذه انه يتدمر الجسد الفكري وشعوره عن نفسه والثقة، يعني يبغى له يعني سنين ضوئية عشان يرجع يبني مرة ثانية ويؤمن بنفسه مرة